عم تعصيني؟ مو هيك القصة يا خانم، بس أنا ما فيني، ما بقدر والله العظيم. إلي من امبارح بالليل ما طلعت القصة من راسي وأنا عم أفكر فيها، قلبتها ودورتها يمين وشمال والله مو ظابطة، مستحيل، أنا ما بقدر أعمل هيك. أنا اللي بعرفه إنه أنتِ ما في شيء ما بتقدري عليه. مزبوط، أنا بعمل أي شيء بتطلبي مني إلا إني أقتل. هذا الموضوع فوق طاقتي. حسني، شو بدك لحتى تنفذي ومن تم ساكت؟ نوري، بدي نوري. تكتبي كتابنا أنا ونوري، نفذ لك اللي بدك إياه ومن تم ساكت. حسنية، يا عيون حسنية، شو عرفك إني جاي؟ قلبي قال لي اشتقت لك. وشو قال لك؟ قال لي من بكره الصبح بكير رح ياخد الشغيله ويبلش فيهم، وعدني يومين ثلاثه بيكونوا خالصين. منيح، بس في افهم شو يلي خلاك تجهزي المستودعات بهيك وقت؟ بدي اكسر له ظهره لعمك. كيف؟ بدي لم القمح من الفلاحين وعبيه بمستودعاتنا. بس اسمحي لي فيها، انت اللي راح تخسري، وبالاخير هذا رزقك ورزقنا، والخان مو مطوب باسم عمي وابنه لحالهم. حتى لو كان، انا مستعده قص لساني اذا بده يخليني اقول شيء ما بدي اقوله، فكيف اذا حدا بده يجبرني اشتغل مثل ما بده؟ بس هيك حركه ما رح تكسره لعمي، انت بتعرفيه بيلاقي فتوى وبيدبر راسه لو اضطر انه يشتري القمح بالغالي وبيعه برخيص يا خانو. صح، بيقدر يعمل هيك اذا بده يوزع على الافراد والمطاحن، بس مو اذا طلب المتصرف يطلع نص القمح للعسكر. الدنيا فايته على حرب الله مولاها، والصدر الاعظم لابد ما يطلع فرمان انه يروح نص القمح للجبهه. فيك تقلي عمك من وين بده يجيب القمح لحتى يرضي جناب الوالي والمتصرف؟ بيعطيهم القمح يلي بيقدر يلمه، وبيترك الناس جوعانين، وانتي مالك غريبة عن سفالة عمي. بالحالتين هو رح يكون بمطرح ما بينحسد عليه، لا إن جاعت العالم ولا إن جاعوا العسكر. بس يا خانو، هدول العالم هن المعترين والدرويش، هن شغيلتك بالخان وعيالهم والناس اللي عم يخدموك يا خانم، كيف بدك تقطعي عنهم القمح؟ بالحرب ما في رحمة، كل الخلايق بدها تضحي لحتى بالنهاية يعمل خير. أنا نفسي بدي أخسر من رزقي لحتى أنتصر بحربي مع عمك. من شان هيك إذا بدك تصير كبير وتتسيد العباد بدك تقسي قلبك، لا تخلي فيه ذرة رحمة. أنا الشيء اللي ما عم بفهمه إنه ليش جبتيني معك؟ بدنا نضل عم نحكي بهالسيرة؟ أخوك لا بيحل ولا بيربط. أهلاً دريا خانم. أهلاً. خليكي 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 دريا خانم. أهلاً دريا خانم، أهلاً وسهلاً. أهلاً فيك جنابك. أهلاً حسن، أهلاً بيك. أهلاً. بس هاي كمية كبيرة جنابك. كله بحسابه دريا خانم، كله بحسابه. الدولة ما بتخلي شي عليها، بعدين الدنيا رايحة على حرب،
والعسكر بده ياكل. ايه اكيد. الله يعز دولتنا العلية وينصر على اعدائها. بس ما بظن انه شريف يقدر يكمل الشغل اذا انطلب منه هيك كمية. ها ودري يا خانم، هون ببلش شغلك. انا ما بيهمني مين يستلم الخان، انا يهمني القمح. وامتى رح يبدا التسليم؟ بكره رح يكون في فرمان بهذا الشأن. ايه بيصير. جناب المتصرف، فينا نحكي بشي غير الشغل؟ ايه ايه دري يا خانم، انت تحكي اللي بدك اياه. انا حابه اطلب ايد المحروسه شفيناز لابني على سنه الله ورسوله الكريم. تصبح خير يا خانم. موافقة. رح أجوزك نوري. وقبل ما يتم المطلوب، قبل ما يتم المطلوب رح تكوني مع نوري على سنة الله ورسوله. وأنا موافقة. كيف بدك تنفذي؟ طمني، بعرف شغلي. بدور انتبهي كتير منيح. بدي القصة تكون محبوكة حبك. بدي اياها تبين انه هي هربت لحالها. ايه خلاص دري يا خانم، عم قلك عندي. انتي طمني ولا تاكلي هم ابنه، بحط ايديك ورجليك بمي باردة. بس مرت عمي انا يعني كنت حابة اسألك سؤال، اذا ما في اسئلة بدي اعرف هي شو عملت لك لحتى بدك تخلصي منها؟ لا ما فيك تسأليني. إيه خلص خلص، لا تعصبي ولا تهزي بدنك ابنه. مجرد سؤال تافه يعني، اصلا انا ما بيهمني. انا كل شيء بيهمني بقى بهالدنيا من هون ورايح هو اني ارضي جوزي وحماتي. ابني الخانم بدها اياك. وينه؟ ما عم يرد علي يا خانم، ما عم يرد. روحي على شغلك. حسن يا حسن، ساعة لحتى تشرف. ليكني يا خانم، كنت تعبان شوي. بدك تتجوز بنت المتصرف إن كنت رضيان ولا لا؟ عم تفهم شو عم قلك؟ أنا رفعت مستواك عن أخوك مو لحتى يجي يوم وتعصيني،
ولأني فضلتك عنه وما بيحق لك تقول لا. أنا اللي بيقول لا بوشي بيصير عدوي، وأعدائي بالعادة بضل لحقتهم لحتى يصيروا فطايز. روح شوف شغلك اللي كلفتك فيه. أمرك.